نتائج محضر الفيدرالي، كيف تأثر الدولار بذلك؟ يسعد صباحك وصباح جميع المشاهدين. بالفعل شهدنا العديد من البيانات الاقتصادية خلال الأسبوع الأول من هذه السنة، بدأت في محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والذي أعطى الأسواق المالية توقعات بأن يتم رفع الفائدة 3 مرات خلال هذه السنة، على أن يتم الرفع الأول على الأرجح شهر آذار المقبل، وهذا ما أعطى دفعة إيجابية للدولار الأمريكي. لكن جاءت بيانات الوظائف الأمريكية يوم الجمعة الماضي لتظهر انخفاض البطالة بالفعل من 4.2 إلى 3.9%، لكن أعداد الموظفين لم تكن كما كانت تشير التوقعات، حيث أن التوقعات أشارت لاحتمالية أن يكون قد توظف في الولايات المتحدة أكثر من 400,000 موظف جديد الشهر الماضي كانون الأول، لكن البيانات الاقتصادية أظهرت توظيف 199,000 موظف فقط، وهذا جاء أقل من نصف التوقعات، وبالتالي عاود الدولار الأمريكي الانخفاض ليغلق الأسبوع على انخفاض مقابل سلة العملات الرئيسية التي شملت اليورو وكذلك الجنيه الاسترليني، إذ أن بيانات الوظائف يوم الجمعة الماضي تركت المتداولين في حيرة وبحاجة لمزيد من الإيضاحات والبيانات الاقتصادية والتي بالفعل ننتظرها هذا الأسبوع. نعم أستاذ سركيس، ماذا عن المتحور أوميكرون؟ ألا يزال يعني يسيطر أو يؤثر إن صح التعبير على سوق العملات تحديدا؟ وهل لاحظنا زيادة في المخاطرة في أسواق العملات؟ فعليا هنالك تأثيرات، لكن هذه التأثيرات لو تم قياسها بتأثير سلالة دلتا فتبدو تأثيرات أوميكرون أقل بكثير. يبدو أن العالم أصبح أكثر تقبلا لحقيقة وجود متحورات فيروس كورونا، ولذلك رغم أن هنالك تأثيرات، لكن هذه التأثيرات كما أشرت هي تأثيرات محدودة نوعا ما. المتداولون يركزون الآن أكثر على النمو الاقتصادي، البيانات الاقتصادية الخاصة بالتضخم والتي ستصدر هذا الأسبوع والتي لها أهمية كبيرة جدا مع الارتفاعات الهائلة إن صح التعبير في معدلات التضخم في الدول العظمى حول العالم. بالتالي قرارات البنوك المركزية، البيانات الاقتصادية هي التي ما تحكم الأسواق المالية اليوم أكثر من توجه المتداولين لرقابة مستجدات متحور أوميكرون من فيروس كورونا. نعم، إذن عندما نتحدث عن معدلات تضخم مرتفعة نذهب مباشرة إلى منطقة اليورو. هل اليورو لا يزال عالي يعاني من حالة التضخم؟ ما هي الإجراءات المتوقعة خلال الأسابيع القليلة المقبلة يعني في ظل وللحد من هذا الارتفاع؟ الآن بالفعل كما تفضلت منطقة اليورو مثلها مثل العديد من الدول في العالم تشهد ارتفاعات في معدلات التضخم، حتى أن معدل التضخم في منطقة اليورو وصل لأعلى مستويات منذ أن تم إنشاء المنظمة. هذا الارتفاع الهائل ربما سيكون سبب لإجبار البنك المركزي الأوروبي لاتخاذ خطوات للحد من ارتفاعات التضخم، لكن على الأرجح خلال الأسابيع المقبلة بل حتى الأشهر المقبلة من غير المتوقع أن يتوجه البنك المركزي الأوروبي لأي تعديلات في أسعار الفائدة كما من المرجح أن يفعل الفدرال الأمريكي، وكما فعل بالفعل بنك إنجلترا المركزي الشهر الماضي عندما رفع الفائدة، بل إن البنك المركزي الأوروبي ربما سيقلص التحفيزات بما يسمى برامج شراء الأصول والتي من المتوقع أن ينهيها أيضا شهر آذار المقبل، فبالتالي قد يتأثر اليورو بهذه الأنباء لو تزايدت في الأسواق ليشهد بعض الإيجابية في تداولاته مقابل الدولار. هنا أقول بعض الإيجابية لأن الارتفاعات في اليورو ربما ستكون نوعا ما محدودة ما لم تحصل متغيرات أخرى في الأسواق المالية تعيد النظر في هذه الفكرة. نعم أستاذ سركيس، نتحدث قليلا حول الليرة التركية التي واصلت التراجع مقابل العملات الرئيسية، يعني هل نستطيع القول هل الإجراءات الحكومية فشلت في دعم الليرة التركية؟ المشكلة الحقيقية التي تكمن في تحركات الليرة التركية مقابل العملات الأخرى ليست قرارات حكومية بقدر ما إنها توجهات البنك المركزي التركي، آخذين بعين الاعتبار بأن التضخم في تركيا مرتفع جدا، البطالة أيضا مرتفعة، وهذه حالة اقتصادية تهدد بما يسمى بالركود التضخمي. الركود التضخمي هو أحد أسوأ الحالات الاقتصادية التي يجب على البنك المركزي أن يتعامل معها، لكن
بما أن التوقعات تشير بأن البنك المركزي لن يقوم برفع الفائدة، فهذا ما قد يبقي على الضغط على الليرة التركية، طبعا إلا إذا حصل تدخلات مباشرة من تركيا في سعر صرف الليرة. نعم، محلل أول أسواق مالية في إكويتي جروب الأستاذ سركيس نزار، شكرا لك على كل هذه التفاصيل.